مشاهدينا، شنت مقاتلات الاحتلال سلسلة غارات على عدة مواقع في قطاع غزة تابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية وسط وغربي القطاع، وقصفت الطائرات بعدة صواريخ موقعا بمنطقة صيرات وسط القطاع، إضافة إلى موقعين آخرين جنوبي وغربي مدينة غزة. من جهته ادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي أن الغارات كانت على مواقع لإنتاج وتخزين أسلحة تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، وفي وقت سابق أصيب 41 فلسطينيا بينهم مصور صحفي برصاص الاحتلال قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة خلال مشاركتهم في مهرجان الذكرى 52 لحرق المسجد الأقصى، فيما أعلنت قوات الاحتلال إصابة أحد عناصرها بجروح قاتلة إثر إطلاق نار على السياج الحدودي شمالي قطاع غزة. مشاهدينا، للمزيد ورحب بضيفي عبر سكاي من قطاع غزة سيد سليم الشرفة، الكاتب والباحث في الشؤون الإسرائيلية. ورحب بك سيد سليم. بداية، هل من حصيلة لخسائر بشرية أو مادية لغارات الاحتلال على قطاع غزة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله، الله يعطيكم العافية. حقيقة أغارت ليلة أمس طائرات حربية للاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة في قطاع غزة بطائرات حربية F-16، وهذه الغارات طبعا كالعادة قصفت بعض الأراضي الزراعية الفارغة ومواقع تتبع للمقاومة الفلسطينية، تحديدا كتائب الشهيد عز الدين القسام. أحدث طبعا أضرار لبعض المواقع وكذلك أضرار للمنازل المجاورة للأراضي الزراعية التي قصفتها قوات الاحتلال ليلة أمس. لا يوجد هناك بفضل الله سبحانه وتعالى أي خسائر في الأرواح أو أي إصابات مدنية، لأنه سبق ذلك القصف اعتداء قوات الاحتلال على المتظاهرين الذين تظاهروا على حدود قطاع غزة بالأمس في مسيرة دعت لها الفصائل الفلسطينية في ذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك وللمطالبة بكسر الحصار الصهيوني المستمر والمتواصل على قطاع غزة. طيب، حصيلة وزارة الصحة أكثر من 45 إصابة بالأمس، من بينها 3 إصابات جراحها خطيرة، من بينهم أيضا طفل لم يبلغ من العمر سوى 15 عاما أصيب برصاص الاحتلال في يوم أمس. هناك تهدئة بين قطاع غزة وبين دولة الاحتلال، ما هو مبرر الاحتلال لهذه الغارات؟ في الحقيقة لا يوجد شيء حتى الآن اسمه تهدئة حقيقية على الأرض بين قطاع غزة وقوات الاحتلال، فالتهدئة لها شروطها التي فرضتها المقاومة خلال معارك سابقة وتم الاتفاق عليها من خلال الوسطاء، ولكن حقيقة الأمر أنه دولة الاحتلال ومن خلال حكومة نفتالي بنت الجديدة حتى هذه اللحظة لم تلتزم بأي قرار أو بأي نص من نصوص التهدئة أو موقع عليه سابقا أو ما تم الاتفاق عليه سابقا. الحصار ما زال مفروضا على قطاع غزة، الاحتلال يشدد بشكل يومي من إغلاق المعابر ومنع البضائع من دخول قطاع غزة، حتى هذه اللحظة يمنع المنحة القطرية التي تصرف لأكثر من 100,000 أسرة فقيرة في قطاع غزة، كذلك يمنع دخول المواد الأساسية ومواد البناء لإعادة إعمار قطاع غزة. هذه الحالة التي يحدثها جيش الاحتلال ومن خلفه القيادة السياسية الجديدة لحكومة بنت في دولة الاحتلال دفعت الفصائل في غزة والشباب الثائرون إلى الخروج بمسيرات بالأمس على حدود قطاع غزة وما سبقها من إطلاق بالونات حارقة على قطاع غزة. هذا ما جعل جيش الاحتلال يقول أنه يرد على هذه الفعاليات الشعبية السلمية بإطلاق النار، وهنا حقيقة نستغرب أنه كيف جيش بهذه القوة ويدعي أنه من أقوى الجيوش في الشرق الأوسط يقوم بالرد على بالونات حارقة بقصف صواريخ وبقصف مواقع وأهداف، وكذلك يطلق النار على الأبرياء الذين يتظاهرون على الحدود بشكل سلمي. طيب سيد سليم، هناك جمود في جهود الوساطة من أجل التهدئة وإنهاء الحصار على قطاع غزة، والمقاومة الفلسطينية أكدت بأنها لن تقبل باستمرار هذا الحصار، مع أنه خلال معركة سيف القدس كان هناك زخم دولي كبير من أجل إقرار هذه التهدئة ومن أجل رفع الحصار
على قطاع غزة اليوم، لماذا هذا الجمود في هذه الجهود؟ نعم، في الحقيقة أصبح الآن لدينا قناعة، وهذه من خلال ما يتم التصريح به من خلال وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنه دولة الاحتلال ومن خلفها ومن يقف معها الآن هم على يعني قلب رجل واحد، يقومون بتأديب بين قوسين أو معاقبة قطاع غزة الذي وقف تلك الوقفة المشرفة عندما ربط القضية الفلسطينية كلها بقلب القدس، وجعل القضية الفلسطينية قضية موحدة في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية وأراضي 48، عندما ردت المقاومة على عدوان الاحتلال على القدس وما يحدث في الشيخ جراح، ثم بدأت معركة سيف القدس. فالاحتلال اليوم يحاول من خلال ما يفعل في قطاع غزة أن يعاقب الشعب الفلسطيني، كأنه يقول له أن ردك ورغبتك في أن تقوم المقاومة بقصف القدس والرد على ما يحدث في القدس سيكون يعني جزاته هذا الحصار، ولن نتردد في استمرار هذا الحصار. حقيقة العالم الذي وقف على قدم واحد عندما كانت المقاومة تقصف تل أبيب والقدس وأراد لغزة أن يكسر عنها الحصار في ذلك الوقت، اليوم اختلفت المعادلة لديه، لأن هناك قاعدة تقول أنه دائما ما يأتي تحت ضربات النار وضربات الصواريخ لا تستطيع أن تحصل عليه عندما تهدأ الأمور ويعني يكف غبار المعارك. عندما كانت تضرب تل أبيب وتضرب القدس وتتعرض المطارات الإسرائيلية للتوقف بسبب الصواريخ، كان العالم يصرخ ويقول فكوا الحصار عن غزة وليتوقف كل شيء، وتسمحوا لحماس بأن تفعل يعني، أو اسمحوا لغزة أن تعيش ولحماس أن تكون. طيب ألا يثبت ذلك سيد سليم، ألا يثبت ذلك بأنه يعني خطأ تقع فيه دائما المقاومة الفلسطينية بأنها تقبل وقف إطلاق النار قبل فرض الشروط وإقرار التهدئة؟ نعم، في الحقيقة هي المقاومة الفلسطينية دائما لا نستطيع أن نقول أنها تتعرض للخداع، ولكن المقاومة الفلسطينية خلال المعركة الماضية أرادت أن توصل رسالة أنه ما حدث في القدس يجب أن يكون هناك رد عليه، وردت المقاومة الفلسطينية ردها الطبيعي والمقبول شعبيا وعالميا عندما ضربت القدس وتل أبيب وجعلت جيش الاحتلال يتراجع عن ما يحدث في الشيخ جراح، ولكن من خلال ما حدث أنه هناك تهدئة كانت بوسطات عربية وكان هناك وعود، ولكن نحن لدينا إيمان أنه الاحتلال دائما ما يراوغ، حتى في عهد الحكومات السابقة أو في الحروب السابقة التي وقعت على قطاع غزة حدث تفاهم تحت إطلاق النار وتم التوصل إلى بعض الاتفاقيات تحت النار، ولكن دولة الاحتلال سرعان ما كانت تتراجع عن جزء منها أو عن بعضها أو ربما تتراجع عن كلها، لأنه دولة الاحتلال دائما تعيش على الخداع والمراوغة وتعيش على التناقضات، وهذا ما حدث يعني ما حدث في المعركة الأخيرة، إنه بنيامين نتنياهو عندما بدأت هذه المعركة وقام بإغلاق المعابر وإعادة غزة إلى ما قبل 2007 إلى عهد الحصار، هو أراد أن ينصب مجموعة من الأفخاخ لرئيس الحكومة القادم الذي بدأ يتعامل مع قطاع غزة كما كان يتعامل نتنياهو وغيره. نعم. في سنوات سابقة. سيد سليم، إذن يبدو فقدنا سيد سليم الشرفة الكاتب والباحث في الشؤون الإسرائيلية، كان معي من قطاع غزة، أشكرك جزيلا على كل حال على هذه المشاركة، وأعتقد أن الفكرة وصلت.